يقول لك السوق استراتيجي فهمني في 6 ايام. هي من بعد سيد بقره باش تعمل فهمني تنظيم النسل مع جيب حليب حسب رايك انت هكا شنو تنظيم بلاش البقره فهمني ما عادش تحب تجيب الحليب كيما الدجاج. الدجاج ما عادش يجي في العظم. انا باكل حليب وليت العطار كيما نقضيش معنده مثلا ب 10000 15000 ما يعطينيش باكل ما تدور في الساشيكا كل واحد شاري ممنوعات. نسبة الحليب هي مفتعلة. احنا عندنا انتاج وافر من الحليب. هذا لا شك فيه. وصل لك ثلاثة بكوات حليب. اي انا عندي تو في الدار عندي في الدار زوج بكوات معناها نسمى راهو لاباس عليا فهمتني. خايف يهدوا عليا فهمتني يا جماعة. احتكار. احتكار زوج بكوات حليب ماك تعرف فهمتني راهي تولي راهي نازلة في تونس. المكلف بالإنتاج الحيواني باتحاد الفلاحة صرح أو أكد بنفاذ المخزون الاستراتيجي من الحليب وبين في ذات الوقت أن المخزون الفني يقدر بستة ملايين لتر وما يتجاوزش كان ستة أيام فقط. شنو رأيك؟ لا يا رايش وش قلك أختي أنا فهمتني تصور أنا مدام الفلاح مضرور معناها الاقتصاد البلاد كله باش يضر بطبيعته. نعرفش أنا مشكلة الفلاحة شنية ولا مشكلة معناها مانيش عم بو ما نعرفش أنا باكل حليب وليت العطار كيما نقضيش معنده مثلا ب 10000 15000 ما يعطينيش باكل ما تدور في الساشيكا كل واحد شاري ممنوعات. والله الممنوعات هو اللي يديروا بها جار وباكل حليب ولا يحطوا في الساشيكا مش ما يشوفوهوش والله قداش تاخذ فيه باكل حليب؟ والله كي ناخذوا مع القضية والله ما نعرف ما نعرفش على سول والله ما عارش حسيرو ما عنده سوم ولا سومه مرة اللوتة مرة الفوق حسيرو ما تاخذوا كم بالمعارف يعني يلزم تقضي معنده وربي يقدر الخير وكا. أنت تقلقك اليوم أزمة الحليب كمواطن؟ تقلقني ما لا متقلقنيش عندي صغار أنا يعني لازم نوفر لهم الحليب كي أنا نمشي وما نلقاش الحليب شبش نجيب لهم. عندي بنتي صغيرة فهمني يلزمها بيبرون فهمني واحد قهوة الصباح تأثر النهار اللي تروح فيه للدار من غير باكو حليب النهار النهار اللي نروح فيه للدار من غير باكو حليب والله اليوم وقتها يبدأ واحد ما عندهش فلوس ما قضاش ما عند العطار يعطي لغيره هذيك البلاد عندك معناها تروح عندك معارف عندك معارف تروح بباكو على حليب ما عندكش معارف ما تروحش هذيك البلاد وربي يقدر الخير وكا ان شاء الله ربي يصلح حالها. شنو رايك في ازمه الحليب في تونس؟ والله مش ازمه الحليب بركه لا محاله وبرشا ازمات فهمت كل واحده في جرت اختها. ازمه الحليب فهمت ريان ادير فهمت عندك الياغورت فماش الحليب. نعرف البقره هذيا فهمت تجيب الياغورت تحل ديريكت ياغورت وما تجيبش الحليب النورمال وفما الحليب هذاك تاع 3000 و 300 ولا 2400 هذاك كزيرو ونورمال مول الاخر موجود وعلاش مش موجود مش عارف علاش فهمني اما السيركوي با مرة الاخرى شفت انا الرئيس كيف مشى السسمه المجمع المد نتاع السسمه نتاع ديليس هو يقولوا الانتاج موجود ستوكاش وكيف تخرج فهمني اللي عندي عطار في الحومه فهمني عربن عليه انا واحد من الناس عربن عليه باش يخلي لي باك. المكلف بالإنتاج الحيواني باتحاد الفلاحة صرح أو أكد بنفاذ المخزون الاستراتيجي من الحليب وقال إنه المخزون الفني يقدر بستة ملايين لتر وما يتجاوزش كان ستة أيام فقط للاستهلاك. والله يسمعني شوف هذوما جماعة الاتحادات كلهم أنا من منهمش والله كي يجيبوا لي صيد يكركروا فيه يقولوا لي راهو صيد نقول لهم راهو علوش بار برانسيب فهمني ولا لا خاطر هذوما تو بجربي تو الحليب عندنا موجود نورمال البقر هو بيدو ولا لا موجود في الواحد كيفاش قلت استراتيجي وما استراتيجي واحد كل شيء هذاك الساك استراتيجيك هذاك مشى من عهد بن علي هذاك اون بارل بلو هذاك هاتكو هذاك فهمني كان عندنا ماك تعرف فهمني ولا كان عندنا في تونس سكون ابل الساك استراتيجيك فهمني وقت اللي يطيح فهمني الحليب يهبط الحليب وقت اللي ينقص العظم يهبط العظم وقت اللي يهبط هذاك مشي هذاك الدبوات نتاعهم هكا صرحة في الفيران ما عادش عندها الدولة السوق استراتيجيك تقول لي السوق استراتيجيك نضرب البقرة تو ما عادش يجيب الحليب حسب رأيك أنت هكا فهمني ولا
ولا يضحكوا ما نعرفش انا في بينهم بين الشعب التونسي بانال ولا بوهيري ولا ما يفهمش كي راهم فاهمينهم راه فاهمينهم ونعرفوهم ونعرفوهم شي حد مي فينالمون كي يقول لك السوق استراتيجي في 6 ايام هي من بعد سيد بقره باش تعمل في تنظيم النسل مع جيب حليب حسب رايك انت هكا شنو تنظيم بلاش البقره مع الشعب تجيب الحليب كيما الدجاج مع جيف العظم سي نابورت كوا ولا صدقت سي نابورت كوا والله ما عندي منظيف وكل حاجه برك الله يجريها على الصلاح وذاك شو يقول واحد والله يجريها على الصلاح وخلي بعدون جماعة الاتحادات هذوما كلهم فهم الجماعة هذوما وما داعش نتاع تونس هذوما كل واحد يجي يطلع لك فهمني في بلاتو والحليب يقول لي الحليب 6 ايام يا بنتي معناها تدير بعد 6 ايام عشان حليب في تونس معناها يقول لي معناها العطار بتاع حومتنا فهمني نعطيه شويه فهمني الله خلي يخلي لي فهمني نقضي ما عنده بزيت كيفاش تاخذ الحليب انت؟ الحليب هذا يا سيدي مغامره عندنا 3 عطارة في الحوم فهمني ولا فما عندي واحدة تبيع في الدخان هذيك فهمني القمرك زاد يجهز زاد الحليب فهمني هذيك ناخذ عندها في الدخان الحاقة نتاع عربي تمد لي باكو حليب عندنا العطار واحد ناخذ عنده ديما في قضيات فهمني معينين وداخل ناخذ عنده فطور الصباح تقريب للدار بارك الله فيه هذاك السي الحسين يخلي لي زاد الحليب ونمشي زاد للشهباني الشهباني ماني نقضي ما عنده برشا فهمني واحد كل شيء كيف يعطيني الحليب معناها انا كونسوماسيون تاعي مش كبيره في الحليب راه وصلك 3 بكوات حليب اي انا عندي تو في الدار عندي في الدار 2 بكوات معناها نسمى راه ولا بس عليا فهمني خايف يهدوا عليا فهمني يا جماعه احتكار 2 بكوات حليب ماك تعرف فهمني اللي راهي تولي راهي نازله في تونس عندي في الدار 2 بكوات حليب فهمني اما شنو هم كان الاولاد ما يحبوش برشا الحليب وانا ما نشربوش جمله هاو نحب نهنيهم انا بالمسابق انا راهي ما نشربوش جمله الحليب اللي انا صغير خاطر عندي الرجيك منه معناها دونك كيف ناخذ بالصغار واش نرى هذيك هو يا بنتي واش نقول لك انا تو نشوفوا تو اليوم شنو الحليب والعظم تويك الحليب والعظم وشنو غير والسميد والخبز كانوا مقرفين الله اعلم السكر هذاك بطبيعته هذاك هاكا باهي عاد باش نطيحوا السكر ما نستعملوهوش هذاك فهمني ولا باهي باهي للصحه هذاك هي قلت لك هذاك هو عاد نشوف عاد السكر السيد قال السكر تنشوفه اما عندي راه السكر في الدار مزيده كيف عندي كميه به عندي جارتي مشات شدت في المغازان يعطيها الصحه جابت لي 2 كيلو حبيبه المراه هذه فهمني ولا جابت لها 2 كيلو معناها 2 كيلو شدني حتى القدام لعل فهمني تسلكش شنو رايك في ازمه الحليب ازمه الحليب هي مفتعله احنا عندنا انتاج وافر من الحليب هذا لا شك فيه علاش أزمة الحليب ما تقع إلا في الأيامات هذه شنية الأسباب والمسببات لذا لأن المؤسسة اللي تابعة الحليب اخترقت في العشرية السنوات الفارطة العشرية السوداء بما يسمى العشرية السوداء أزمة الحليب هي افتعال وعملية لغاية في نفس يعقوب أولا فهمني تجويع الشعب التونسي حتى يقع الله يعلم شنو نوين ثانيا هي التنكيل برئيس الدولة اللي حل البرلمان والأعمال اللي قام بها وإحنا ننتظر منها هذا هو اللي قام بها هي تلبية لنداء شعبي تام فهمتني إلا أنه لم يقم بإصلاح بكل قوة أنت رحلتك اليومية باش تاخو باكو حليب بالطبع باكو حليب يوميا فهم خاصة اللي عنده فهمتني عائلة باكو حليب زوز باكوات حليب فهمتني تعودنا بها هذه كيفاش تحصل عليه؟ حصل عليه والله هي شيء يضحك لكن واقع واقع مر من المؤسفات المضحكات العطار اللي نتعامله معاه فهمتني يعطينا باكو حليب ثم نتفرق مثلا انا نتفرق الى مغازة اخرى فهمتني نتعامل مع واحد والمدامة كيف والابن كيف حتى نتحصل على باكو حليب او زوز باكوات حليب يعني نقول لك الحليب اصبح شيء فهمتني مرير بالنسبة للمواطن التونسي
وهذا شكو علاش يرجع؟ يرجع للفساد اللي مر بينا طيلة العشر سنوات الفارطة. المكلف بالإنتاج الحيواني باتحاد الفلاحة صرح أنه بنفاذ المخزون الاستراتيجي من الحليب، وبين أنه المخزون الفني يقدر ب 6 ملايين لتر وما يتجاوز كان 6 أيام فقط للاستهلاك. شنو رأيك؟ غير صحيح كلامه. احنا ثم خاصة هذوما المسؤولين في هالمؤسسات هذه، مؤسسات هذه المسؤولين هذوما وقع انتدابهم او تكليفهم منذ العشر سنوات الفارطة، لذا ما عندناش في الثقة فيهم ابدا ابدا فيما يقولونه او ما يقررونه او ما يحبوا يهدوا الشعب التونسي. احنا نقول لهم نعرفوا كل شيء والمواطن يعرف كل شيء، والإنتاج عندنا وفير وفير جدا، سواء الحيواني سواء النباتي سواء غير ذلك. وش نقول لك فهمني؟ إن لم تستحي فافعل ما شئت.